da cita? الحمد لله ثم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا الحمد لله الذي شرفنا بالإيمان وكرمنا بالإسلام وأنعم علينا باتباع نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام وما توفيقي إلا بالله وما اعتمادي ولا توكلي إلا على الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وديان يوم الدين شهادة أتولى بها الله ورسوله والذين آمنوا وأتبرأ بها من الكفرة والطواغيت والأنداد المعبودين ظلما وزورا من دون الله جل وعلا يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا مبتدع هالك اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين عباد الله اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أحبتي في الله روى ابن حبان والترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رضي الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل عمل شرة يعني فورة وشدة ونشاط إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة يعني بعد هذا النشاط وبعد هذا الإقبال وبعد الاجتهاد يعود هذا الإنسان فيتكاسل مرة أخرى لأن القلوب أيها الأحبة لها إقبال ولها إدبار فأحياناً يشعر المؤمن أنه في حالات إيمانية راقية عالية جداً يكاد يشعر أنه يجالس الملائكة من الخشوع والإقبال والقرب من الله عز وجل وأحياناً يشعر بانقباض وضيق وشدة وعدم إقبال على الطاعات وإذا فعلها فإنما يفعلها وليس بانهماك شديد ولا بحب ولا بإقبال إن لكل عمل شرة وإن لكل شرة فترة رجوع فمن كانت شرته على هدي وسنتي فقد أفلح وأنجح إذا كان في هذه المرحلة التي يكون فيها في قمة الإقبال ملتزماً بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دون غلو دون تطرف دون أن يصل إلى مفهوم الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالمعصية والذين سلكوا طريق الغلو والتشدد وكفروا المسلمين وبدعوهم فقد أفلح وأنجح ومن كانت فترته إلى غير سنتي فإنه فقد هلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة إن المتأمل في واقع كثير من المسلمين اليوم يجد أن معظمنا يفتقر إلى أمرين اثنين علو الهمة والثبات على الحق علو الهمة والثبات على الحق والثبات على الاستقامة على الصلاة على الطاعة على العبادة على الصيام على دين الله عز وجل وهذا
واقع مرير يستوجب منا أن نقف مع هذه المشكلة وقفات. أخي في الله، هل كنت تصلي كل الأوقات ثم بقيت تصلي الجمعة فقط؟ هل فينا من يصلي فقط يوم الجمعة ويترك الصلاة في باقي الأسبوع؟ هل كنت تحفظ القرآن ثم تركت أو نسيت؟ هل كنت تدعو إلى الله عز وجل ثم يئست؟ هل كنت تعلم الناس الخير؟ هل كنت تطيع الله؟ هل كنت تعبد الله؟ هل كنت تفعل الخير ثم تكاسلت؟ هذه مشكلة أيها الأحبة. لذلك أيها الكرام، كثير من شباب المسلمين اليوم حصل لهم هذه الفترة، هذا الانكفاء، هذا الرجوع بعد أن ذاقوا حلاوة الإيمان. ونحن نتعجب من أهل الزيغ وأهل الضلال الذين تجد الواحد منهم يعمل طيلة حياته من أجل أفكاره الفاسدة. تجدون بعض العلمانيين يريدون أن ينشروا خباثاتهم في عقول أبناء الأمة، ويصلون الليل بالنهار، ويجتهدون طويلاً، ويكتبون ويؤلفون ويقيمون المحاضرات والمؤتمرات، ويتعبون على الإنترنت وهنا وهناك، وربما بعضهم يسجن لسنوات طويلة ويخرج من السجن ثم يعود إلى ما كان عليه بهمة. ونحن أهل الإيمان، أهل العقيدة، الموعودون بجنة عرضها السماوات والأرض، تجد فينا من ليس عنده همة على الإطلاق، تجد فينا الكسالى، تجد فينا الذين لا يريدون أن يعملوا للدين، والعمل لهذا الدين واجب على كل مسلم بحسب علمه وبحسب قدرته. ترى ما السبب أيها الإخوة؟ ما السبب في برود الهمة؟ عدم الجدية أولاً في أخذ الدين، عدم الجدية في أخذ الدين. كثير منا للأسف الدين بالنسبة له ليس شيئاً أساسياً في حياته. بعض منا يأخذون هذا الدين يعني هواية، مثل هواية جمع الطوابع ولعب الكرة. ونحن نواجه الآن ملحدين محترفين، ولا يمكن للهواة أن يقفوا في وجوه هؤلاء المحترفين والمشككين للمسلمين في دينهم. لذلك نحن أيها الأحبة بحاجة إلى أن نفهم قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذه هي الحلقة المفقودة في حياتنا. نحن نريد أن نعيش الإسلام في كل ذرة من ذراتنا، في ما ليس فقط في المسجد، ليس في العبادات فقط. هذه أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هذه من يفعلها ليس شيخا، هذا من يفعل هذه الأشياء يعني دخل في الإسلام. هذه أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس، هذه القواعد الأساسية للإسلام. بعد ذلك أنت ستبني الإيمان، وتبني الأخلاق، وتبني المعاملات، وتبني الإحسان، وتبني العمل لهذا الدين. يأتيك الكثير من الفرائض. فلذلك نحن يجب أن يكون الدين قضية أساسية في حياتنا، في كل ذرة من ذراتنا. مثل لما الطالب يستيقظ صباحاً همه كيف يصل إلى مدرسته، إلى جامعته، يجمع كتبه، يفكر ماذا عنده اليوم من الدروس، من سيقابل من الأساتذة، من الطلاب، هذا همه. المسلم ينبغي أن يكون همه الله عز وجل والدار الآخرة. بمجرد أن تفتح عينيك عندما تستيقظ، ما هو الهم الذي يشغل بالي؟ مرضات الله عز وجل. إن كان وقت صلاة صليت، وإن كان وقت عمل عملت، وإن كان وقت جهاد جاهدت، وإن كان وقت دعوة دعوت. هكذا أيها الأحبة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه فرق الله شمله.
ما بيتيسر، دائما في عسر، دائما في ضنك، دائما في هم، في غم. ومن كانت الدنيا همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها. معه مال كثير لكن ما نو مرتاح، دائما مهموم، فقره بين عينيه. شو إذا تقدم الجيش؟ شو إذا صار قصف؟ شو إذا تغيرت الحكومة بتركيا؟ شو إذا خسرنا هذا المال؟ شو إذا؟ دائما معه مال كثير يكفيه لسنوات، ولكنه فقره بين عينيه. لماذا؟ لأنه ليس همه لله عز وجل، ليس همه نصرة الدين، وإنما همه الدنيا. نعم أيها الأحبة، أيضا من الموانع التي تجعل الإنسان ضعيف الهمة رواسب الجاهلية. رواسب الجاهلية، كثير من الناس عندما يقدم على الدين يعني يأتي ولسه عنده أخلاق قديمة من قبل الإسلام، من قبل الدين، من قبل الالتزام. أنا ابن مدينة وهذا ابن ريف، أنا عربي وهذا كردي، أنا من بيت فلان هو ما، هدول كانوا بزمانه يشتغلوا عنا. وهدول هاي العقلية، هاي العنصرية، هاي الأفكار أيها الإخوة، هاي السموم، هذه تعيق تقدم الإنسان نحو ربه سبحانه وتعالى. سيدنا بلال رضي الله عنه كان عبدا حبشيا، وأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كل يوم نقرأ سبه وشتمه في القرآن، تبت يدا أبي لهب. وبلال لا يصدح أذان في هذا الكوكب، في هذه المعمورة، إلا ويعرف من هو بلال. لا يوجد طفل من أطفال المسلمين إلا يعرف من هو بلال ابن رباح. في يوم من الأيام سيدنا أبو ذر رضي الله عنه، وهو من قبيلة كبيرة، قبيلة غفار، قبيلة عربية مشهورة عريقة، أخطأ على في يوم من الأيام على بلال، فعيره بأمه، قال له: يا ابن السوداء. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، قال: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية يا أبا ذر. قال: استغفر لي يا رسول الله. ثم جاء أبو ذر ليعتذر من بلال، فوجد منه العفو، وجد منه اللطف، وجد منه الأخلاق. نحن أيها الأحبة كلنا إخوة في هذا الدين، نحن لا تجمعنا الأرض، ولا يجمعنا المصير المشترك، ولا يجمعنا كلمة الإيمان، يجمعنا عقيدة لا إله إلا الله، يجمعنا إنما المؤمنون إخوة. دقات قلبك نبض قلبي، وخطاك خطوي بين دربي، الله آخى بيننا بعقيدة ربطت وحبي، فرباطنا دين الإله، فمن يفل رباط ربي؟ أنا يا أخي يا ابن الكرام وقادة صيد ونجب، أنا يا أخي أدعوك باسم الله، إن الله حسبي. أنا يا أخي والمؤمنون بكل أرض إخوتي، في عزهم عزي ومن قواهم قوتي، دستورنا شرع الإله وكلنا في قبلتي، النور ملء عيوننا وسنى الهدى والحكمة، أفلا نسير لوحدة شيدت بأيدي القدرة، ونصوغ للدنيا صباحا من عميق الظلمة. فهذا الدين الذي جمع بين الأعجمي وبين العربي وبين الأسود وبين الأبيض وبين الأصفر، الآن أبعد مسلم على وجه الأرض في الصين ولا في روسيا ولا في الشيشان ولا في أفغانستان ولا هنا، أقرب إليك من أقرب كافر يسكن إلى جوارك. الدين الإسلام، الإيمان، العقيدة جمعت بيننا أيها الأحبة، وحدت بيننا ونصرت هذه الأمة. فالقاسم الذي بيننا وبين باقي المسلمين هو أخوة الدين، هو كلمة لا إله إلا الله. لذلك الإنسان لما يأتي وعنده شيء من رواسب الجاهلية تكون هذه عوائق في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول عن قوم موسى:
فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. يعني هؤلاء الذين أسلموا بعد السحرة أتعبوا سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام تعبا شديدا، ورفضوا أن يدخلوا معه إلى فلسطين إلى الأرض المقدسة، وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا. مرة قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ومرة قال لن نؤمن لك حتى تخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها. يعني أتعبوه كثيرا. لماذا؟ لأنهم ربوا على القهر، ربوا على الاستبداد، ربوا على الاستعباد كما كان يفعل فينا هذا النظام، فخرج أجيالا خائفة، أجيالا مرتابة، أجيالا مقهورة. وهذه يعني نموذج مثالي لدعوات الشياطين ولدعوات العلمانية ولدعوات الانحراف. الناس اللي تربوا على القهر والاستبداد والخوف، تحت الضغوط يصبح مخبر، تحت الضغوط يفعل المناكر، تحت الضغوط يخون أمته، يخون دينه، يخون بلدته، يخون شعبه، وهكذا. لذلك هؤلاء أتعبوا سيدنا موسى عليه السلام. طيب ما هو العلاج؟ العلاج أولا مخالفة النفس ومجاهدتها. قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. النفس يا أخوان، نفس الإنسان قد تصبح طاغوتا يعبد من دون الله عز وجل، مثل الفرس. فرس إذا رخيت له هذا الرسن يعني يقدم، إذا شديته يحجم. النفس كذلك، إذا فلتت له الأمر بتروح تقتحم الشهوات والشبهات والمال الحرام والمعاصي تفعل المناكر. لكن إذا أنت أحجمتها فإنها تتوقف وتنزجر. أحمد شوقي يقول والنفس من خيرها في خير عافية، والنفس من شرها في مرتع وخم. تطغى هذه النفس، تطغى إذا مكنت من لذة وهوى، طغي الجياد إذا عضت على الشكم، مثل الحصان لما يعض على هذا الرسن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيح تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة. يعني اللي بيعبد المظاهر، بيعبد المال، وبيعبد الدنيا، هذا تعس. إما هذه دعوة عليه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو وصف لحاله. ثم من العلاجات أخيرا، ولا أريد أن أطيل عليكم، التأمل في حياة السلف الصالح رضوان الله عليهم، والتأسي في حياتهم وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والصبر على هذه الأيام. لا شك أنتم جميعا أيها الأحبة في محنة وفي ضنك، بعضكم نازح وبعضكم قادم من مكان بعيد، ونحن لا نحب أن نستخدم هذه الألفاظ، فهذا البلد بلد الجميع، وهذه بلاد المسلمين، وهذه أرض المسلمين، ونحن جميعا إخوة. فإن كنت قادما من حمصة أو من حلب أو من إدلب أو من دمشق أو من حماة أو من هناك، فهؤلاء هنا أهلك، وهؤلاء قومك، وهؤلاء هم إخوانك في الدين. يسعدهم ما يسعدك، ويؤذيهم ما يؤذيك. لكن بشكل عام نحن لا شك تركنا، كثير منا ترك الأهل، ترك المال، ترك المسجد الذي كان يصلي فيه، الشيخ الذي كان يتعلم منه، بيته، داره، أهله. هذه يعني شدة ولا شك، ولكن نصبر لأجل لا إله إلا الله، نصبر لأجل الدين، نصبر لأجل الإسلام. أيها الأحبة، السيدة عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت. لقيت كثير، شفت كثير، وكان أشد علي ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، منطقة بين ثقيف وبين مكة. قال فنظرت فإذا غمامة قد أظلتني، وهذا الحديث في الصحاح،
فنظرت فإذا فيها جبريل، فسلم علي وكلمني وقال: يا رسول الله، إن الله تعالى قد سمع ما قلته لقومك وبما ردوا به عليك، وإن الله أرسلني وأرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال: فكلمني ملك الجبال وسلم علي وقال: يا رسول الله، مرني بما شئت، لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني الجبلين اللذين يحيطان بمكة كلها. هذه فرصة والله الآن، يعني أن ينتقم الإنسان من الخصوم الذين آذى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر بعين الأنبياء، ينظر بعين الهداية. قال: لا، ولكني أرجو الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وأخرج الله من أصلابهم معظم الصحابة، كثير منهم آباؤهم لم يكونوا مسلمين، فخرج جيل من أصلابهم يعبد الله ونشر الدين ونشر الإسلام وأوصله إلينا هنا في بلاد الشام وفي كل مكان. حتى في يوم من الأيام كان المسلمون يحكمون ثلاثة أرباع هذه المعمورة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بالقرآن الكريم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إعزازا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأتبرأ من الكفرة والأنداد والظلمة والطواغيت المعبودين من ظلما وزورا من دون الله عز وجل. عباد الله، اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن الله تعالى قد صلى على نبيكم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد ما تعاقبت الأوقات، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخذل من خذل الموحدين، اللهم انصر صفوف المجاهدين في سبيلك وعساكر الموحدين. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بالطغاة الآثمين، اللهم عليك بالطغاة المجرمين، اللهم عليك بهذا النظام الفاجر يا رب العالمين. اللهم اجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم إنهم قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم صوت عذاب، وقل لهم بالمرصاد يا رب الأرباب. ويا مجري السحاب، ويا منزل الكتاب، ويا هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم بقوتك وجبروتك يا ذا القوة المتين. اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا وداوي جرحانا، وشاف مرضانا وفك أسرانا. اللهم فرج عن معتقلين يا رب العالمين، فرج عن المعتقلين يا رب العالمين، فرج عن المخطوفين والمغيبين يا رب العالمين. اللهم نسألك فرجا عاجلا للشام ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.